من تحرير الحديدة إلى تسليم الرواتب، جهود أممية مبعثرة على خط الأزمة والحرب في اليمن. بقي ميناء الحديدة على حاله مسرح لعبة الميليشيا بمقدرة وطن بكامله وبالمساعدات الإغاثية التي تصل إلى البلاد عبر الميناء، ولكنها لا تصل إلى مستحقيها إلا قليلا. عاد المبعوث الأممي ليحوم حول المقترح الذي سبق وأن عرضه التحالف العربي قبل أشهر لحسم الموقف سلميا في الحديدة. دعا التحالف حينها إلى أن تتولى الأمم المتحدة مسؤولية الإشراف على الميناء، ولكن هذا المقترح لم يلقى استجابة من المنظمة الدولية. المبعوث الأممي أعاد بلورة المقترح بطريقة مختلفة، جوهره هذه المرة حل إشكالية المرتبات، ومعها مشكلة الإشراف على ميناء الحديدة عبر إنشاء صندوق مستقل. وطبقا لهذا المقترح سيتعين أن تذهب إيرادات الميناء وشركات الاتصالات وغيرها من الإيرادات التي تقع تحت سيطرة الإنقلابيين إلى ذلك الصندوق الذي ستديره لجنة محايدة تحت إشراف أممي. وفي المقابل سيتعين على السلطة الشرعية أن تدفع بالموارد الخاضعة لها إلى ذلك الصندوق. مبادرة المبعوث الأممي طرحت على جميع الأطراف ووافقت عليها الحكومة الشرعية بحسب مصدر حكومي، لكن الإنقلابيين أظهروا تصلباً إزاء كل هذه المقترحات، في حين تبقى أزمة المرتبات على حالها مع وجود أكثر من 1,200,000 موظف بدون مرتبات منذ 8 أشهر. تصلب يستفيد على ما يبدو من جمود العمليات العسكرية الرئيسية للتحالف في اليمن وصدور إشارات إيجابية أغرت الإنقلابيين على الرهان على تداعي محتمل لجبهة التحالف واختلاط أولوياته على نحو ما نراه اليوم.